طبعا من اكثر القطاعات اللي تضررت اثر جائحه كورونا هو قطاع السياحه، وهو من اكثر القطاعات كمان اللي تحتاج الدعم. فبالتالي مجلس الوزراء وافق على مجموعه قرارات لدعم قطاع السياحه، من بينها استمرار الاعفاء من سداد رسوم التاشيره للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء، البحر الاحمر، والاقصر واسوان، وتجديد تاجيل المستحقات على الشركات والمنشات السياحيه والفندقيه مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمية، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية. لتفاصيل أكثر بخصوص هذه القرارات بينضم لينا عبر سكايب أستاذ محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمانة. يعني قرارات كتير يا فندم، عايز أعرف من حضرتك إزاي تابعت هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بعد ما أكدت على استكمال العمل بحوافز لعودة السياحة؟ حضرتك تم تقديم طلبات القطاع عن طريق لجنة السياحة برئاسة معالي الوزير خالد العناني ومعالي دولة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وتم دراستها في اللجنة العليا للسياحة والآثار، وتم عرضها على مجلس الوزراء امس واقرها مشكورا دعما لقطاع السياحه. تم زي ما حضرتك ذكرتي بالظبط كده مد فتره سماح للسائحين في المقاصد السياحيه المصريه الرئيسيه الدخول بدون تاشيره، زائد طبعا حضيف معلومه اضافيه هي طبعا ما كانتش موجوده في القرار دوت لكن في قرار مسبق، اللي هو ان البي سي ار كمان اصبح في المطارات هذه المقاصد، فيصبح السائح دلوقتي يقدر يوصل من مطار شرم او الغردقه او الاقصر او اسوان يعمل البي سي ار، مش محتاج انه يعمله قبل وصوله لمصر. ده جزئيه بالنسبه للسائحين. بالنسبه للطيران تم موافقه على حزمه تحفيز الطيران من 20 ل 50% مقابل رسوم الهبوط والايواء، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2020 دعما للقطاع عشان يحصل عمليه تخفيض في تكلفه الطيران، بالتالي يعود ذلك على تخفيض تكلفه رحله السائح الاجنبي لمصر. طيب يعني استاذ محمد تفضل. طبعا في بقيه قرارات اخرى طبعا بالنسبه للفنادق والمنشات السياحيه بتاجيل سداد فواتير المياه والكهرباء وحق الانتفاع لحد برضه نهايه ديسمبر ان شاء الله، برضه دعما للقطاع عشان يقدر يتحمل مصاريف العماله، اللي طبعا الايرادات اللي داخله حاليا احنا بنشتغل بنسبه 50% اشغالات في الفنادق، فنسبه 50% بالنسبه لنا طبعا دي نسبه ما بتغطيش التكلفه، فدعما من الدوله تم تاجيل جميع هذه المستحقات حتى نهايه 31 ديسمبر، ولو هيعد دراسه ثانيه لو الوضع تحسن ان شاء الله خير، ما تحسنش هيحصل ان شاء الله مد ثاني لو الوضع ما تحسنش. طيب يا فندم، يعني عايز اعرف من حضرتك لحد دلوقتي يعني بتقيم عوده السياحه بعد ازمه فيروس كورونا ازاي؟ حاليا طبعا احنا فتحنا مصر من يوم 1/7 اللي فات، طبعا المقاصد السياحيه الرئيسيه كانت الغردقه وشرم الشيخ اللي حصل، ومرسى علم ومنطقه الساحل الشمالي او العالمين مطار العالمين. اللي حصل طبعا ان احنا طبعا استجلبنا سياحه من شرق اوروبا، هو ده كان السائح الرئيسي. لسه اوروبا الغربيه ارقام بتاعتها ضئيله، يعني نتيجه برضه لسه كان تفشي الفيروس وكان في حظر من معظم الدول الاوروبيه لتحرك السائحين من خلال هذه الدول الى دول اخرى او في قارات اخرى، يعني اللي طبعا احنا السوق الرئيسيه بالنسبه لنا السوق الالماني والسوق الانجليزي ولا زال فيهم حظر بنسبه كبيره. يعني اللي حاصل طبعا ان احنا الحمد لله يعني مع اخر تقرير اعلنه معالي وزير السياحه والاثار الاسبوع الماضي ان احنا وصلنا حوالي 265,000 سايح خلال الشهرين الماضيين دول. يعني طب 65,000 سايح يا فندم، هل 265,000 عفوا، يعني الارقام دي قبلت التوقعات ولا زادت او قلت؟ لا، والفرق بص يا فندم، هو التوقعات العالميه كلها في حركه الدوران السياحه الفتره ديت لغايه نهايه العام دوت هي بنسبه 20% مقارنه بنفس الفتره في العام الماضي. يعني على مستوى العالم جميع الاحصاءات الدوليه وشركات الطيران والاياتا كل ده كل الاحصاءات بتقول ان احنا منتظرين الفتره هي من 1/7 حتى 1/12 مجملها بالاجماليات بتاعتها مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي هتكون في حدود 20%. احنا بنتصاعد ان شاء الله نوصل لنفس النسبه اللي هي النسبه العالميه، ال 20% نسبه حركه الترافيك او حركه التحركات الدوليه. طيب يا فندم، يعني حتى الآن أخبار الحجوزات إيه للموسم الشتوي، يعني إن كان بالنسبة طبعا للأقصر أو أسوان؟ طيب والله كويس انك حضرتك بقى بتتكلم عن الاقصر واسوان، يعني برضه اقول خبر جميل. امبارح كان في زياره عند معالي محافظ الاقصر من القنصل الفخري لدوله فرنسا عشان يحط الترتيبات لوصول اول طياره ان شاء الله من فرنسا على الاقصر يوم 3 اكتوبر، وده خبر جميل جدا طبعا. وبعد كده ان فرنسا بتفتح الاسواق، وبعد كده هتكون في طياره اسبوعيا. طبعا الرحله الاولانيه اللي هتوصل يوم 3 اكتوبر ديت هيغطيها التلفزيون الفرنسي تي في 5
عشان دعايه مجانيه للمقصد السياحي المصري للموسم الشتوي لدعم السياحه المصريه، كذلك عشق السائح الفرنسي لمحافظتنا. ودي يعني اعتقد ان دي خطوه مهمه جدا وهتساهم بشكل أيوة كبير في طبعا تنشيط السياحه. ايوه يا فندم مظبوط. طيب استاذ محمد، يعني يمكن احنا اتكلمنا عن الدعم المقدم للمنشات السياحيه، بس بالنسبه للعاملين في قطاع السياحه، يعني عايزه اسال حضرتك عن الاعانه المقدمه من صندوق الطوارئ للعاملين في قطاع السياحه. هو في طبعا في موضوعين عشان الدوله قدمت موضوعين. الدوله قدمت اول موضوع طبعا ان هو معالي رئيس الوزراء وافق ان يتم مد تقديم الدعم عن طريق صندوق الطوارئ حتى نهايه ديسمبر، حتى نهايه ديسمبر 2020. ودي طبعا احنا كقطاع بنشكره عليها وبنشكر الحكومه على يعني رعايتها واهتمامها. الجزء الثاني ان تم السماح بقروض للشركات والمنشات السياحيه بنسبه 8% فايده، ذلك لدعم القطاع السياحي على ان يتم سداد 80% من هذه القرض لمرتبات العاملين. فكده بيحصل ان احنا طبعا بنحاول نحافظ على العاملين في القطاع لان هم ثروه القطاع طبعا، وتم تدريبهم وتم صرف الملايين على تدريبهم، فبالتالي احنا بيهمنا جدا الحفاظ عليهم كقطاع وكدوله. طيب استاذ محمد، يعني كان في مستحقات على الشركات والمنشات السياحيه طبعا والفندقيه مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والميه، يعني هيتم التعامل معاها ازاي؟ تم التاجيل يا فندم لغايه 31 ديسمبر 2020 واعاده النظر مره ثانيه حسب الوضع والحركه السياحيه اللي هتتم وعلى سبب الاشغال اللي هتتم في هذه الفنادق والمنشات السياحيه. ولو الموضوع اتحسن يبقى الحمد لله طبعا نبتدي بقى نقدر نرد للدوله حقها، لكن لو ما اتحسنش طبعا فلجنه السياحه والاثار معالي وزير السياحه والاثار طبعا بيدرسوا الحاله وبيعرضوها على معالي رئيس الوزراء وياخد قراره بناء على هذا الاساس على هذه المعطيات الجديده، وده هيتم ان شاء الله في ديسمبر اللي جاي ان شاء الله. لكن هم حاليا تم التأجيل، إن كان التأجيل الحالي لغاية أكتوبر، تم التأجيل لغاية آخر ديسمبر. طيب أستاذ محمد، حضرتك اتكلمت طبعا عن أنه يعني تم إعادة السياحة مرة أخرى في شهر 7 اللي فات، يعني عايز أعرف من حضرتك إيه هي المشكلات اللي واجهتكم يعني إثر طبعا أزمة جائحة كورونا من أول شهر 7 حتى الآن؟ هو الحمد لله الازمه دوليه يا فندم. هو طبعًا. احنا طبعا الحمد لله ان الغردقه وشرم الشيخ اللي احنا ابتدينا فيها الحركه السياحيه احنا زيرو كورونا، يعني احنا لغايه هذه اللحظه الحمد لله ال 265,000 سائح اللي هم لغايه هم اكيد زادوا طبعا الرقم ده اكيد زاد، احنا زيرو كورونا، ودي نقطه في حد ذاتها مديانا مصداقيه مع جميع الاسواق اللي بنحاول ان احنا نتواصل معاها. كذلك هقول لحضرتك في موضوع بمنتهى الاهميه، حكايه ان احنا برضو تمت الموافقه على ان البي سي ار او المسح يتم في المطارات، ده بيسهل الامر جدا على السائح انه مش محتاج انه يجيب معاه فحص مسبق انه بيوصل مطار الغردقه او مطار شرم الشيخ، وطبعا وتم ادراج مطار الاقصر كذلك ومطار اسوان انه يقدر يوصل يعمل الفحص بتاعه في المطار، ولو نتيجه سلبيه بيتفضل يشرف ويقضي رحلته، لو نتيجه ايجابيه احنا بنتكفل بقى وبنتعامل مع السائح بناء على التعاقدات التجاريه اللي تمت مع شركاته او مع شركته بكيفيه التعامل معاه وكيفيه علاجه وكيفيه ملاحظاته. وده كانت الملاحظات اللي تمت امبارح مع في زياره القنصل الفخري لسفاره فرنسا لمعالي محافظ الاقصر للاطمئنان في حاله وجود اي حاله ايجابيه سوف يتم التعامل معها، وتم اطلاعها على كافه الاجراءات اللي هتتم معاها والجزء والمستشفيات المحجوزه. طيب فندم، بما ان حضرتك طبعا يا استاذ محمد ذكرت النقطه دي، لو كمان تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين ازاي هيتم التصرف او البروتوكول المتبع اذا ظهرت اي حاله ايجابيه طبعا بعد يعني بعد اجراء المسح او البي سي ار في المطار؟ تمام يا فندم. في الغردقه وشرم الشيخ جميع القطاع السياحي مجهز حسب الضوابط عندنا، الضوابط اللي تم فتح الفنادق بيها في الغردقه وشرم الشيخ ان لازم نسبه الاشغال تكون 50% ولازم يكون في مكان حجر صحي في حاله اصابه اي مريض بيتم عزله، يا اما جزء ملحق بالفندق يا اما دور كامل في الفندق مقفول، لان احنا مش هنبقى 50% بس من الاشغال. فبالتالي كل الفنادق وكل المنشات السياحيه مجهزه بحجر صحي، كذلك يوجد اطباء يا اما موجود لو هي المنشاه كبيره او يعني عدد الغرف كبير بيكون في طاقم طبي كامل موجود على حساب المنشاه، لو المنشاه صغيره بيكون كل 4 أو 5 منشات مع بعض في طاقم طبي مشترك عن طريق وزاره الصحه بيخدمهم وبيساعدهم، فبالتالي بيتم التعامل بشكل مباشر حضرتك لان الاطباء موجودين وطاقم التمريض موجود جوه الفندق. طبعا يعني نتمنى يا فندم انه يعني السياحه تعود لمصر يعني سريعا جدا جدا بشكلها الطبيعي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد فاروق عضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، كنت معانا في صباح الخير يا مصر.